على اثر كمين على المحور الرابط بين الطريق الوطني رقم عشرة وبلديه بحير شرقي مورم بلديه رحيه وهذا في حدود حوالي الساعه الرابعه صباحا حيث تمكنت مصالحنا من حجز ثلاث سيارات محمله ببضائع مختلفه منها قطع غيار مستعمل ولوائح للسيارات وأدوات كهرومنزلية مستعملة ومعدات لصناعة المرطبات وما يفوق حوالي 37 ألف وحدة لأدوية مختلفة الأنواع حيث قدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات بمليونين و وثمانين ألف دينار جزائري كما قدرت الغرامة الإجمالية الواجبة الدفع بحوالي 30 مليون دينار جزائري